مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كنتواجدوا في الدار البيضاء في موضوع شيئا ما يعتبر موضوع الساعة، موضوع دكتور التازي. معايا سناء. سناء كانت مشات لعند الدكتور من أجل التطبيب، عندها مجموعة من الضربات في المستوى الوجه واليدين كذلك، وكانت مشات لعنده من أجل العلاج. غادي نشوفوا القصة ديالها مع دكتور التازي. سناء، غادي تعاودي ليا ملي ضرب لك وجهك ويديك ومشيتي عند التازي شنو اللي وقع؟ السلام عليكم ومبروك لكم هذا الشهر، الله يدخل عليكم الصحة والسلامة. أنا كنت كنخمم باش نحيد الضراب اللي في وجهي واللي في يديا، أكثر إكس كنقول بعدا وجهي هو اللي باين، مازال يديا كنلبس جلابة ما تيعرفكش بنادم واش ضاربة يديك ولا لا. واخا كيجي الصيف بحال هكا والوليدات ضروري ما غتمشي معاهم البحر ديما تخرجيهم، ضروري ما غايجي الصاد غتبغي تلبسي نص كون تلبسي ضايبين ولك الضراب. كنقول الأهم عندي هو وجهي، خصني نصاوبو. إذا ما عنديش الفلوس باش غادا نصاوبو، ريحت ما بقيت درت حتى شي حاجة. كيقولي لنا سيري للميريزكو، راه في محسنين كيجيو مره مره غير سيري كنمشي. كيقول لك انت شوفي راه خاصك تمشي في راس العام، كيكونوا اكثريه كيجيو محسنين في راس العام باش كيعاونوا الناس اللي ما في حالهم، شو كيعاونوك زعما على قبل الضرابي. انا بقيت كل مره كنمشي ما كنعرفش بالضبط في امتى كيكونوا ولا الوقت ولا نهارات، كنمشي كندور تما حتى كنعيا وكنرجع بحالاتي، ما كنستافد والو. في الاخر حاجه الحمد لله استافدت، جات عندي واحد السيده وقالت لي انت شوفي كاين واحد الدكتور كيقولوا لي دكتور التازي مشهور، كاع الناس كيعرفوه وكيتفاعل مع الناس كيعاون الناس بحال هكا اللي ضاربين وجههم ولا اللي مكريسي شي حد، المهم كاع الناس اللي مضروبين. فعلا درت هذيك الخطوه وقلت غنمشي ندير هذيك الخطوه نشوف، الا كانت زعما مزيانه ليا مرحبا، كانت ما مزيانش المهم غنجرب حظي حتى انايا. فعلا مشيت لعند الدكتور التازي، ما بغاوش يستقبلوني، قالوا لي مشي ما بغاوش، قالوا خصك تخلصي هذيك السلاف باش تدخلي. انا ما عنديش هذيك السلاف، كان عندي هذيك السلاف كون خلصت فلوس هذيك العمليه اللي غندير انايا ولا هذيك الضربه اللي غنعاودها غندير لها التجميل ما غنحتاجش كاع نمشي ونبقى نطلب في الناس. صافي رجعت بحالاتي، مشيت بالجمعه ديت معايا الوليدات، كانوا عندي غير الوليدات هذيك الساعه بجوج، ديت معايا وليداتي دخلت الصاله فين كيريحوا، بقيت بحال هكا كنتسنى بحالي بحال الناس كيسحبوني. دوك الدريات اللي خدامه عنده واش مخلصه ولا، المهم ما جا عندي حتى حد تسولني. مريحه انا ووليداتي ملي بان لي الدكتور تفرز بوحديته كما كنقول في واحد الصاله اللي غيدخل فيها الناس باش كيحسب لهم السنتيم ولا باش غنقولوا باش كيستقبل الناس يشوف الضرابي ديالهم. دخلت انا بحالي بحال الناس، دخلت شاف وليداتي بقيت فيه بدا كيمسح ليا في دموعي، تألم من جيتي وكيقول لي. قلت انا صراحه مني انا عاودت لي الظروف ديالي كيفاش دايره في خاطري عجبني الحال. علاش؟ قلت انا واخا عاود الظروف ديالي اللي ما خصنيش انايا نقولها عاودتها والناس كلها عارفه الظروف ديالي اللي ما خصنيش نقولها كاع اللي مؤثره وكتالم بزاف حياه الام ديالي مع الاب ديالي وحياتي انا كيفاش كنت كنعيش، ما خصنيش حاجه نقولها وقلتها. باختصار في الاخر قال لي صافي انت راه غتجي عندي مثلا السيمانه الجايه ولا الاربعاء الجايه ولا هادي عندك موعد باش ديري العمليه. فعلا جيت استقبلني دخلت البلوك باش ندير العمليه، عيطت لبات وليداتي راه عندي العمليه راه خصني نهبط هادي ما كاينش اللي غيقابل لي الدراري. اضطريت ما عنديش كي غندير، جيت انا يتم جا من ورايا دار الوليدات هبطت البلوك باش ندير العمليه. قبل ما ندير العمليه بعدا تصور لي وجهي، درت فيديوهات تما ماشي بتليفوني انايا، بتليفون تما عندهم باش داروا لي فيديوهات، باش جاوا الناس هما داروا فيديوهات داروا لايفات كلشي شافوا على المباشر، ماشي انا اللي كنقول، كاع الناس تفرجت في هذا الفيديو اللي دار لي في المصحه تما، وعندي فيديوهات والناس يلا لاحت الفيديوهات رجعوا لاخر الفيديوهات اللي كان في المصحه الشفاء، وراه يلا تلاحوا الفيديوهات نديو لي ملي كنت عنده في العياده ديالو. كنبكي هو كيطلب من الناس باش يعطيه كلينيكس باش مسح ليا به وجهي باش انا كنبوس ليه في ايدو. قلت هذا اعتبرته قريب مني بزاف، اش نقول لك انا راه الاب ديالي كيبقى الاب ديالي، ولكن اعتبرته قريب مني بزاف باش غيدير فيك هذاك الخير، وباش العمليه كتطلب زباله الفلوس والدوايات واخا كانوا كيجيوني غاليين، بوماده ب 7000 وكاين 4000 كل بوماده بشحال كتسوى، ما يمكنش ليا انا غناخذ هذاك الدواء غالي عليا بزاف اللي بحالي انا كتعيش
الظروف اللي بحال هكا صعيبه وما عنديش، كنضطر كنتكافح باش نوكل الدراري باش نشربهم. المهم هو درتي العمليه. المهم هو درت العمليه ودرت العمليه الثانيه، ولكن ما كملتش ليا. كنت حامله بالبنيه ديالي وقال لي ما يمكنش نكمل لك، يقدر يخسر لك الجنين ولا شي حاجه يطرى لك، ما يمكنش. تتولدي ورجعي عندنا. فعلا مشيت ولدت، رجعت باش ندير اللايزر ديالي باش نكمل هذاك الشيء اللي عندي. قالوا لي راه الدكتور عنده حصه. المهم فين ما كندير ضروري كيلقاو لي شي مبرر باش ما ندخلش انايا. وليت كنقول ما فهمتش واش صافي بدا معايا. شحال من عمليه درتي عندك؟ دار لي هاد الضربه الاولانيه وهادي حتى هي، ولكن ما كملتهاش هادي في اللايزر. هادي المهم هادي كملات لي، هادي اللي ما كملتهاش كاع. هذا هو اللي كاين اخويا يوسف. ملي درتي هاد العمليه الاولى عاود مشيتي لعندو؟ فاش درت العمليه بجوج عاود من ورا هي فاش مشيت، خصني باش نكمل لايزر لهادي. هادي مازال درت لها لايزر ودرت لها البومادات ديالها، هادي ما درت لها لا لايزر لا والو. حصه وحده اللي درتها ديال لايزر صافي، ما خديت لها لا دوايا حتى شي حاجه. مني كنمشي كنقول لي مره جايه باش ندير لايزر، كيقول لك المره الثانيه راه ما بقاش عندنا حق لايزر هنايا ولا في بلاصه اخرى. صافي كنرجع في حياتي. قلت صافي المهم راه الخير داروا معايا، ما كاين لازم نبقى نكثر عليه بزاف. هذا هو انا هذاك الشيء اللي كنت كنقول انايا في خاطر وحده، يا بيت الله وصيامي حرام عليا. هذا الشيء اللي كنت كنقول. انت قلتي في احدى المنابر انه ساعدك تماديا في الاخير. ساعدني تماديا صراحه، عطاني مسكين 1000 درهم ماشي من ايدي لايده، ولكن صيفط لي مع واحد السيده اللي قريبه ليه، صيفط لي في جوا. هبطت انايا في السانسور، حنا الفقراء كما كنقولوا، ملي كيشي واحد كيعطيك شي حاجه كيضرك راسك خاصك تعرف شنو هي ولا شحال ولا هادي. هابط السانسور ما كثرتش هادي، قلت شو مسكين دار لي العمليه وزائد هادشي هو صيفط لي مازال برا. والله تنقلب نشوف، كنقلب كنتفاجئ صيفط لي مسكين 1000 درهم. كنقول انت دار لي العمليه ومازال مسكين صيفط لي حتى باش ناخذ الدواء صراحه. وقلت دار معايا هاد الاجر كبير اللي ما داروش معايا حتى شي حد اللي قريب مني. هذا هو اللي كاين. يعني اللي فهمت هذه هي العلاقه ديالك بدكتور التاس؟ هذه هي العلاقه. انا ما عندي حتى شي علاقه معاه، ماشي زعما عندي معاه شي مشكل. انا هذا السيد دار لي العمليه التجميل، ولكن في الاخر الحاجه كنتصدم نهار السبت كيجيو يدقوا عليا في الدار كيقولوا لي بانك راه انت واحد الضحيه من الضحايا ديال الدكتور. شكون اللي كيدق عليك؟ كيدقوا عليا الناس، ما انا ما كنعرفهمش، ما كنعرفهمش وما تيعرفونيش، وغير شكون اللي صيفطهم عندي الله هو اللي عالم على اي واحد. جاو دقوا عليا وقالوا لي انت راه دكتور تازا راه مشدود، هو مولا الدار ديالو وراه شنو واقع شنو واقع. انا كنتفاجئ، انا واخا عندي تليفون ما كندخلش نتفرج في حتى شي حاجه، كنهضر مع الناس. يعني انت دو معاك من مورا ملي بان هذا الشيء ديالو دابا في امور اخرى؟ ماشي قول لي وقيلا مني تشد، انا ما عرفتش بشحال هو باش مشدود. انا وصلتني الهضره الليله اللي غنتسحروا فيها غنصبحوا صايمين. وصلتني الهضره هذيك الليله مع 12 عندي اوديوات عندي كل شيء، كيعيطوا لي كيقولوا لي نوضي خاصك تدوي على حقك، حيت هو ما كانش كيدير لك العمليه، هو الناس المحسنين هما اللي صيفطوا لك هذوك الفلوس، والناس اللي في الجمعيه هما اللي صيفطوا لك هذوك الفلوس، والاكثريه راه ما دارش لك حتى شي حاجه ولا دار، راه خدم غير بايديه. اما المحسنين هما اللي عطاوني هذوك الفلوس الله يجزيهم بخير. وانا شنقول لك اخويا، انا اللي داروا معايا المخزن راه غنتبع المخزن، اللي داروا المخزن غنديروا حتى انا. انت ما مجبودش الاسم ديالك وما عيطش لك المخزن في هذا الملف، ولكن انا ضروري غناكد على هذا الشيء حيت خاصو يتجبد، ولا ما جبدوش هما غنجبدو انا، وعندي فيديوهات عندي كل شيء عندي. نشوف معاك انا احتمال ثاني، نفترضوا هذا الشيء اللي فيه دابا دكتور التازي وكاينين ضحايا اخرى وملفات اخرى بعيده كل البعد عن الملف ديالك، نفترض انه مثلا تيساعدك لوجه الله تعالى ممكن، وهو الاشكال اللي عنده دابا مع القانون في ملفات اخرى بعيده كل البعد، هذه ما ضربتش لك في راسك الطريقه هذه؟ واش نقول لك اخويا، الا كانت في هذا المشكل هذا غندير بين قوسين وغنطلب السماحه من الدكتور التازي وغنقول. انت ما وجهتي ليه حتى اتهام، انت قلتي راه دواني فابور. انا ما قلت زعما حيت قلت هذه الهضره زعما بدا معايا وما كملش معايا. انا كندوي على هذه النقطه، بنادم يركز على هذه النقطه اللي كندوي معاها، زعما على قبل بدا معايا وما كملش ليا. قلت صافي مسكين واقيلا دار معايا ذاك الاجر، ما نزيدش ننتقل عليه اكثر.
ما عاود مسكن ما عنديش الدواء، ها هاكي صيفط لك 1000 درهم. يعني انت في الطفيه ديالك ساعدك؟ انا ساعدني صراحه ساعدني، وهما دابا اي فيديو كنشوفو ضروري كيلوحوني كيخشوني انايا، في اي فيديو كيتلاح كيخشوني انايا. علاش؟ تلاح حتى الفيديو ديال ايه مسكينه المرحومه الله يرحمها، حتى هي كنت كنتلاقى معاها تما، خشوني انا وخشاو معايا ساره اللي كان شرم لها راجلها، كاع الفيديوهات ولاو كيتلاحوا عليا انا دابا. اختي شكرا لك، وانا غادي نجاوب في الموضوع بطريقه اخرى. مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا، انا تعمدت انني نجري الحوار مع سناء نوعيه العلاقه ديالها مع دكتور تازي. حاليا دكتور تازي والزوجه ديالو والاطراف الاخرى موضوع النقاش، تهم ثقيله. النيابه العامه بطبيعه الحال خرجت بلاغ بادله كافيه، دور الفرقه الوطنيه مشكوره في الابحاث، ولكن الملف حاليا عند سيد قاضي التحقيق. المراحل الاولى بطبيعه الحال اللي هو البحث الدقيق للفرقه الوطنيه تحت اشراف النيابه العامه، فيما بعد السيد الوكيل العام كيحيل الملف لقاضي التحقيق. المرحله المقبله هو الاستنطاق التفصيلي لنوعيه التهم، وبالاخص تجار في البشر، النصب والاحتيال، تزوير، انتحال صفه بالنسبه للاخ ديالو، هل هو طبيب ام لا؟ اشكاليات كبرى. البراءه لا زالت تنتظر تازي اذا ثبت عكس هذا الكلام. مشاهدينا الكرام، النيابه العامه قامت بالواجب ديالها هي ورجال الشرطه، وحلت الملف على السيد قاضي التحقيق اللي بطبيعه الحال له الحق في الاستنطاق التفصيلي للبحث بدقه في 8 العناصر المعتقله في الملف. هنا القصة ديال سناء هل لها علاقة بالاتهامات الموجهة لتازي؟ هذا هو موضوع النقاش. بطبيعة الحال لما النيابة العامة كتكلم بأدلة كافية إلا ولها ما يفيد، وسوف تواجه دكتور تازي في الموضوع، كما له الحق أن يدافع بشتى الطرق المشروعة والقانونية لإعلان البراءة دياله في الموضوع. مشاهدينا الكرام، نحن على تتبع الملف بطبيعة الحال بعد انتهاء ديال السيد قاضي التحقيق في التقرير النهائي اللي غادي يحيلو القضاء الجالس اللي غتبدا المراحل ديال المحاكمة. سوف نوافيكم دائما بالجديد. سناء لها علاقة دكتور تازي، ولكن الاسم ديالها واش كان مدرج عند الفرقة الوطنية نعم أم لا؟ هي كتقول لك أنا ما عمرش حتى اتصل بيا. أعتقد بأن الجواب واضح. الضحايا آخرين موضوع النقاش، البحث لا زال في الملف بسرية تامة، ولكن بعد انتهاء دور السيد قاضي التحقيق يتحال الملف للقضاء الجالس غادي يبان الملف، وغادي نوروا الرأي العام حسب التهم اللي غادي بطبيعة الحال يديرها في صك الاتهام السيد قاضي التحقيق. السيد الوكيل العام سطر المتابعة، عطى أمر ديالو بالاعتقال، عطى التهم اللي موجهة للأطراف كلها اللي هما 8 العناصر. الآن دور السيد قاضي التحقيق. مشاهدينا الكرام، سوف نبقى متتبعين لهذا الملف، وسوف نوافيكم دائما بالجديد من له صلة بهذا الملف. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.